ذكرت بالنسبه للاسماء اللي كتشوفوا بانها ما كاينينش وكتظنوا بانكم خصهم يكونوا، مره واحده اخرى تنعاودها راه لي كلوب اللي كياخذوا لا ديسيزيون، كياخذوا لا ديسيزيون. اللي نقول لك بان يمكن لك بجوجنا ولا الجانين كلو كيشوف بان الشهاده رياض ما كاينش، سي تري سامبل. مثلا الفريق ديالو ما بغاش، درنا المجهودات ديالنا كامله باش انه يكون معنا الفريق ديالنا. قبيله هضرت مثلا على نوتر اكزومبل ديال سيبال، درنا المجهودات ديالنا كامله لان الفريق ما قلش. اذن في هذه الحاله هذه كتمشي انك نورمالمون شنو كنديرو بالنسبه للانترينر، كيدير ان بلون ا ان بلون بي، ولكن هنا كان علينا اننا نديرو ان بلون ا ان بلون بي ان بلون سي ان بلون دي فواغ ميم كثر وكثر وكثر، لان كل مره كيجي شي لاعب تيقول ما يمكنش هذا اللاعب يمكن شنو، اذا خصك تكون نزل جميع الفرضيات، وهذاك اللاعب اللي كتمشي في لو بلون بي كدوز له عاوتاني خصك تنتظر واش الفريق ديالو غادي يعطي الاوكي ولا ما يعطيش الاوكي، ولا عطى الاوكي بنو كدوز للثالث البلون سي، ولكن فاش كدوز البلون سي ما عندكش لي سيرتيتود، ما عندكش الاشياء اللي اكيده، اذا كيخصك مره واحده اخرى تنتظر وهكذا وكتبقى الامور غاديه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للاعب ازنو، لاعب ازنو يمكن لي نقول لك شخصيا بان ان شاء الله الرحمن الرحيم اللاعب اللي غادي يقول الكلمه ديالو كبيره 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 كبيره، ويمكن يهنينا في ذاك لو بوست في المستقبل. هي المرة واحدة أخرى حنا كعلينا أننا كنعلينا أننا نديرو 18 لاعب، وباش الاختيار ما كانش فقط باش تختار. أنا نعطيك أن إكزومبل، أن إكزومبل اللي واضح وصريح هو أنه فاش كتبغي تحيد واحد اللاعب يكون في الأول كدير 18، فاش كيعيط لك لاعب تيقول لك ما يمكن ليش، راه كنظن بأنه تكرسها من قبل، تيقول لك ما يمكن ليش، ما كتعوضوش مباشرة بلاعب، يعني الاختيارات ما كانش سهلة باش أنك كدير لاعب بلاعب لا، أو لاعب مقارنة مع لاعب كنديروا الاختيارات، هذه ماشي الاختيارات اللي كنديروها في الفروق أو الاختيارات اللي كنديروها في شي تظاهرة أخرى، هذه اختيار 18 لاعب مدة ديال واحد لا كومبيتيسيون اللي غادي تكون طويلة، وغادي تكون الوقت مهم فيها. التواجد ديال اللاعبين لا بالصحة ديالهم ولا بالدين ديالهم ولا بالعطاء ديالهم غادي يكون مهم. يمكن لي سيناريو ديال المقابلات يمكن لهم يدوزو مختلفين كثار، إذا أنت خصك تفكر في هذه الأمور هذه كاملة، كيفاش أنك كما تنقولوا ما توحش، كيفاش ما توحش، وفاش كيمشي لعاب غادي يكون راه عنده تأثير على 17 الآخرين، فاش لعاب كيتحيد عنده تأثير على 17 لاعب آخر. حنا حاولنا نديرو الحمد لله واحد التريوت، واحد التمعن في هاد الصعوبات وفي هاد الظروف، نقدروا نخرجوا الفريق اللي ممكن لي نقول لك مثالي باش أنه يمثل الشعب المغربي إن شاء الله في هاد الحياة.